شبك 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 صافي واخا وحيده عويجه وحيده عام ويما شيشه بزاف نرستيها يلا خمسوا عليا شباكيتك guys I hope you're doing good نتمنى تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو اليوم نهار قبل رمضان اليوم وغدا رمضان so guys this video guys is the first day of Ramadan اذا تقولي انت كتصوري نهار قبل انا guys بغيت نصور معاكم لي بريباراسيون ديال النهار الاول ديال رمضان ماشي بغيت بحال دابا نوض الصباح ونقول لكم اليوم نهار الاول ديال رمضان نو لايك بغيت نصور لكم نهار قبل نصور معكم السحور دوز معايا النهار غدا كامل واخا ما غاديش ندير فيه صراحه شي حاجه ولكن المهم جايز غدوزوا معايا الفلوغ سو جايز اليوم كاين بزاف ما يدار بغيت نقول لكم واحد الحاجه ولكن ما تضحكوش عليا حلفوا حتى ما غاديش تضحكوا حلفوا شفتوا جايز المانطات اللي كنديتهم داك النهار معكم المصبانه باش يتصبنوا في الفلوغ اللي فات لي دابا سيمانه باقي ما مشيتش جبتهم وماما كتسمعني عليهم الهضره انت ديتي المانطات وخليتيهم تما سو انا باقي ما مشيتش جبتهم ولكن جايز غادي نمشي نجيبهم اليوم ومن بعد جايز غادي ندوز المرجان غادي خصني ندوز المرجان لحقاش خصنا نتغداو خصني ناخذ شحال من حاجه موصيني عليها سو دابا جايز غادي نمشي للمرجان غنشوف شنو بغات فاطمه زهر غنشوف داكشي اللي موصيني عليه بابا انا ناخذو غنشوف ماما شنو موصياني يعني. اوكي سو ليتس جو اول حاجه كاين الحال سخون اليوم سو جايز فكرتوني غادي خصني ندوز ناخذ قران صغيور علاش غادي ناخذ قران صغيور لحقاش حنا في الدار عندنا الكتب القرانات اللي كيكونوا كبار staring out the window reaching for a north star waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms dancing to the limbo stuck here in the middle you tell me that it's simple but I could paint a thousand different pictures of what is wrong but if we turn the clocks back I'm back guys شوفوا كيفاش تريش عرفتوا كان مرجان عامر بزاف عرفتوا guys على الزحام كاين ولكن guys ماشي مشكل والف كندير لكم اول هنا ولكن كناخذ شويه دابا خديت كل شيء تقديت لينا وتقديت لفاطمة الزهراء نسيت guys واحد الحاجه ما شريتهاش ولكن خنموت ما غاديش نعاود ندخل خليت غدا ولا شي نهار اخر لحقاش غير مسخفت عرفتي شنو سخفت كاين البرد وعرقت عرفتوا راه بزاف بغيت نختم القران هذا العام ياب العام اللي فات حاولت ولكن كانوا عندي لا زيكزامون وما قدرتش بوس قريت النص يمكن guys قريت النص اولا الربع ما عقلتش هكذاك تما وشحال ولكن كانوا عندي لا زيكزامون فما كانش عندي الوقت باش انني نختم القران جايز غتقولي علاش كتقدا لفاطمه الزهراء جايز فاطمه الزهراء مريضه سو ما غاديش تقدر تخرجي تقدا راسها وياسين حتى هو مسالي سو داكشي علاش تقديت ليا انا وياها حاجه فرماج هادو ديال ماما انا جايز نسكويك هادو على قبل نشد بهم شي موفي مطيشه ديال اش هذيك ديال البيتزا هذا سميتو لابا ديال البيتزا كندير بوينو هاد نيوتيلا كناخذو بزاف هذا هو اللي قلت لكم كنت خديت من بيم ها هو عاود خديتو هذا ديال الانانا ديال الاناناس هاد جوج هادو جاولي انا وهاد جوج مناضات جاولي فاطمه الزهراء خدات حتى هي دايا نريا عاد شحال خدينا من هادو المهم داكشي العادي شوفوا ثاني شحال هادو ديال بابا guys جوجو
تولوت باقي يلاه كنتعشى صراحه ما فيهش اللي تعشى وما فيه اللي ياكل حتى شي حاجه ولكن جالس كان خصني ضروري ناكل اولا كان خصني ضروري نصوب شي حاجه لحقاش تخيلوا انني في النهار كله ما كليت حتى شي حاجه فقط الصباح فطرت ملي فطرت وانا خارجه كليت سام سناكس بحال هكا بالنهار مع فاطمه زهراء وداكشي ولكن ما كليت حتى شي حاجه وغدا غادي نصبحوا صايمين حتى كان جالس ضروري خصني نصوب شي حاجه والحاجه الوحيده اللي كنعرف نصوبها اولا اللي كتعجبني وكيعجبني كيفاش كنصوبها لحقاش ما كنعرف ندير حتى شي حاجه حاليا جايز كنتفرج في ذا بريدجرتون دابا جايز حطوا السيزون الثاني جوبونس حطوها دابا شي دو سيمين سو جايز دابا كنتفرج فيها انا غنوريها لكم جايز وما ننصحكمش الا كنتو عمركم ما تفرجتوا فيها ما ننصحكمش تفرجوا فيها برمضان بنهار لحقاش فيها المسخ كن غنوريها لكم لحقاش الاسواق ديالها زوينه بزاف وصراحه عجبني السيزون الاولى اكثر من السيزون الثانيه فوالا جايز هي هادي المهم دابا راه كنتفرج في السيزون الثانيه ما عرفتش انا حلقه وصلت ولكن المهم جايز راه هي هادي غنخلي لكم السميه ديالها مكتوبه هنا كاين كملت واحد السيري اللي سميتها ان ودن اي جايز زوينه بزاف لي سواغ ديالها جايز زوينه بزاف وما فيهاش المسخ بزاف دونك كتبي تفرجوا فيها في رمضان نصحكم تفرجوا فيها ديال لحقاش ما فيهاش المسخ بزاف وزوينه وداكشي كيوت تقدروا كتفرجوا فيها مع شي واحد This author may traffic in chatter السحر علاش ما غاديش زعما ناكل شي حاجه في السحور لحقاش باقي الله كليت دابا سباكيتي لا كملت سو غادي ناكل غدا نون ميرونجينا هادي بحال ميرونجينا ولكن كتكون زوينه على الصراحه كندير بوينو كشويه ديال الكركاع شويه ديال الشريح والماء عليا ولا اللي ضحك ليا على زيفي ولا اللي ضحك على راسي اللي داير بحال المصاصه انبلوكي I don't think like that she says to me I can't help but feel the subtleties So if it all expires I guess the date's not what it seems But I can't help it, boy, she says to me I'm not sure I truly gave my best Made a home but still feel like a guest And if I've made just one mistake It's not speaking with my chest And maybe I'll just cry a little less Tension, headaches always get to me Often leave me dazed and wondering So do you mind if we rewind? Cause my mind's on other things But I'm not Good morning guys! كيعجبنيش guys ندير الزيف كاع علاش لحقاش راسي في الزيف كيجي بحال مصاصة لحقاش انا راسي كايندا ماشي كبير ولكن مدور وانا رقيقه سوف فاش كندير الزيف كنولي كنمصاصه نتمنى النهار الاول ديالكم ديال رمضان يكون داز مزيان انا اللي حدي الان مزيان فقت كايز مع ديك الوحده ونصبح هكاك انا ديما في رمضان كنفيق ما بين الوحده وثلاثه ديال العشيه ديما انا اصلا حسب لا رمضان كنفيق مع جوج ثلاثه ما ديواش عليها جايز فاطمه زهراء مريضه سو بقات عندنا اصلا ديما كتبقى عندنا دوحه دونك ديروا راسكم ما كتشوفوش هذه الكتله الصغيره اللي هنا سو جايز غنمشي نبدل عليا واخا صراحه كنرتاح فاش كنكون بحال هكا ولكن غنمشي نبدل عليا وغادي نجي باش نديروا سكين كير لحقاش جايز اليوم عندي ما يدار البلون ديال اليوم جايز هو ندير سكين كير روتين ديالي باقي عندي واحد لي بول دانيرجي غادي خصني نديرهم في الشوكولاته صوباتهم ليا ماما غادي نقطصهم في الشوكولات ابري غادي نمشي للكوزينه كيف ديما غادي نمشي جايز للكوزينه نشوف شنو خصني نقاد جوبونس غادي نقاد دي بيتزا واقيلا لحقاش هي الحاجه الوحيده اللي كناكل دونك غادي نقاد جوبونس دي بيتزا Let's go نشوف نبدلو دابا حوايجنا ونرجعو نديرو سكين كير Anyways, you guys,
جايز ما عرفتش واش خرجتو في الفلوغ اللي فات كنت وصلني واحد لو بوكس كنت قلت لكم هاد لو بوكس بالضبط غادي نجربو في رمضان وغادي نتبع معكم داك التريتمون اللي في داك لو بوكس غادي نتبعو معكم في رمضان. جا الوقت جايز اللي نوريكم هاد لو بوكس شنو فيه. ام سو اكسايتد جايز باش نوريكم ما نكذبش عليكم لحقاش عرفت شنو فاش وصلني كنت بغيت نجربو وانا نقول بلاتي بغيت نجربو معكم باش نتوما الا كنتو غادي تاخذو ونجربو اونصومبل نبقاو نشوفو الريزلت اونصومبل بينا. ولا جايز لو بوكس هاد لو بوكس ديال ليال كوزميتيكس الناس اللي ما كيعرفوش ليال كوزميتيكس المهم جايز كنشوف بزاف ديال البنات كياخذوها. انيويز جايز انا قبل ما نبدا معكم هاد التخيط غادي نشرح لكم البنات اللي عندهم الحبوب في وجههم او البنات اللي عندهم التصبغات في وجههم. انا من ناحيه الحبوب ما عنديش الحبوب بزاف عندي ديت خاص ديال الحبوب وحتى البنات اللي عندهم ديت خاص ديت ما قلتش لكم جايز عندي ديت خاص ديال الحبوب ما عرفتش كيبان لكم ولكن راه هما نقيطات ماغون هنا باين عندي تصبغات في وجهي. شوفوا هاد البلاصه شويه سمراء هاد البلاصه بيضاء هاد البلاصه بيضاء هاد البلاصه سمراء شوفوا الجبهه ديالي حتى هي ميم شوز. نديروا انبوكس غادي نوريكم برودوي كل برودوي غادي نوريه لكم بوحدو ما يبانوش لكم بزاف ديال لي برودوي تخلعوا تقولوا ناري تخيطوا مع شحال فيه جايز هما ثلاثه ديال لي برودوي. هذا تشوفوا عندي هنا سته جوج من كل حاجه لحقاش انا ناويه نطول ناويه نتبعو مزيان. اول حاجه جايز عندنا صابونه هذه صابون كنغسلوا بها وجهنا و او ميم طون ماسك فاش كنفيقوا الصباح باش كنغسلوا وجهنا شي داك الجل نتويون اللي كتغسلي به وجهك حيديه باش اونبلاسيه بهذه. فما كتكوني غادا تغسلي وجهك كتغسلي به وجهك ضروري فما تكوني غادا تغسلي وجهك كيف الصباح كيف الغدا كيف العشيه ضروري غسلي بها الصابون وجهك. باغي ندوزو كيفاش كنديروا ليها ماسك. كتشدي الصابونه كتفزقها واحد شويه كتفزقي وجهك وكتحكيها بحال هكا على وجهك مزيان ما كتغسلي ما والو كتحطي صابونه في بلاصتها. علاش حنا كنقولوا صابونه وهي راه صابون؟ انيويز سمعتني قلت صابونه عرفوا راها صابون. المهم انا ولفت كنقولها صابونه. انيويز جايز الصابونه ديالنا كيفاش كنديروها ماسك كيف ما قلت لكم كنحكوها على وجهنا وكنخليوها 10 ديال الدقائق. كتخلي 10 ديال الدقائق عاد كتجي كتغسلي وجهك صافي كديريها ماسك جوج المرات في لا سيمين 10 دقائق. بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو ناشفه بحالي وجهكم غادي ينشف دي كريم هيدراتون ديال النهار ديال الصباح ولا ديال العشيه ماشي الليل كاين تريتمون ديالو. من مورا ما تغسلوا وجهكم بهاد الصابونه دهنوا وجهكم بهاد الكريم هيدراتون اكلارسيسونت. ونسيت ما قلتش لكم واحد الحاجه اهم حاجه نسيت ما قلتهاش لكم لا قام كلها جايز ديال الحليب ديال الماعز اولا ليد شيف. كنشوف جايز بزاف ديال التعاونيات كيبيعوا الحليب ديال الماعز كوم كريم بحال هكا وكيبيعوه غالي بزاف لحقاش غير الفوائد ديالو زوينه بزاف على الوجه. سو جايز هاد لا قام اي كونسونطري اولا اي بازي ليد شيف اللي هو الحليب ديال الماعز. فوالا جايز لا كريم كيفاش كتكون ورا فيها فريمون راه كتجي عامره دونك ما غتسالاش ليكم دغيا كتحميكم من الشمس. ما عقلتش اكزاكتومون شحال البورسونتاج بون شي 20 اولا 15 المهم ماشي بزاف ولكن ضروري فاش ديروها ديروا من فوق منها ايكرون سولير شي حاجه ديال الشمس اللي تحمي لكم الوجه ديالكم. يجي دابا التريتمون ديال الليل كاز التريتمون ديال الليل وهو اهم حاجه. علاش لحقاش في الليل كنعسو كنترخاو دونك لا بو ديالنا كتمص كاع داكشي اللي كنديروه ولا داكشي علاش دلا التريتمون اللي كيديروا في الليل كيلعبوا دور كبير. كاين جايز سيروم ديال الليل ضروري كديري هذا جايز في الليل تنوضي الصباح تغسلي وجهك بالصابونه وديري ليكرون ضروري. هاد التريتمون جايز راه غادي الليل ماشي تنساي اولا يتخلطوا لك اصلا مايمكنش يتخلطوا لك. شوف هذا الشكل ديالو كيفاش داير وهذا الشكل ديالو كيفاش داير مايمكنش يتخلطوا لك. هذا جايز ديال الليل ما ديريهش في الصباح ما ديريهش في الصباح لا تيكستور ديالو كيفاش دايره دونك هذا جايز كنديروه في الليل من مورا ما كنغسلو وجهنا كيغسل وجهك كيكون نقي. سو جايز هادي لا غام كيف ما قلت لكم 3 ديال لي برودوي كتقدروا تاخذوهم ولكن كيف ما قلت لكم تبعوهم انا راه غادا نتبعهم ولكن جايز انا ات سوبوز باش انني نغسل دابا وجهي بالصابونه ولكن انا نسيت الصباح وغسلت وجهي بالجل دابا انا وجهي نقي ما غاديش جايز نعاود نغسلو بالصابون. غادي ندير ليه الكريم دو جوغ وهذا غادي نخليه حتى الليل وغادي نديروه. باي دوي جايز انا صورت وجهي افون اي ابري باش نشوف زعما لا ديفيرونس. نتوما اللي كنتو بغيتو تاخذوها صوروا وجهكم قبل الا كان فيه الحبوب وداكشي وعاودوا صوروا وجهكم من بعد ما زعما تساليو لا كام ديالكم. ماعرفش جايز واش كيبان لكم ولكن ات سو جلوي عجبني هاد الجلو اللي كيعطي لابو ات سو كيو. ديغليغمون جايز وليت كندير ماساج بهذا باي دوي راه هذا خديته من علي اكسبريس كاينين في لي كولور خديت لماما واحد بحالو في البيض وانا خديت ليا في البينك. سو جايز كندير بيه بحال هكا ماساج ولفتو الصراحه. باي دوي جايز ما قلتش لكم بلي لا ليفغيزون سي بارتو او ماروك فيما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك. كاين شي وحدين غتجي مغاربه هاد الحركه اللي كندير ولكن كنت شفتها في واحد الفيديو بما انني باقي ما غاديش ندير دابا نوز جوب باقي شويه ديال الوقت ولكن كتحاولي تهزيني فيك واحد شويه اند ات وركس كتخلي لك واحد الدويره بحال هكا. دونك البنات اللي عندهم بحال هادي بغاو نيفهم يتهز واحد شويه وخا مايمكنش يتهز خصو نوز جوب باش يتهز لك نيفك ولكن كيعطيك داك الليفي ديال هاد اللعيبه المديوره كتبقى مهزوزه شويه ات وركس شتو وغاب شويه ما توركوش جونغ هكا
جايز دات تعرفوا كاش كنهضر معكم ودابا راه 5:30 اذا خصني نعاون ماما في الفطور. بغيت ندير جايز شوكولا دوك لي بول اللي قلت لكم خلات لي ماما، ما كاينش الوقت دابا سو جايز غادي نخليو حتى مور الفطور وغادي زعما مور من نغسل الماعن وداكشي مسالي نديرهم في الشوكولا الحقيقه دابا ما بقاش الوقت. قبل ما نمشي نعاون ماما تفكرت باللي راه خصني نجبد الجلالب ديالي مع اللقم، باش في حاله كنت خارجه نتفكر باللي راه ندير نلبس جلابه زعما، واخا صراحه ما كيعجبنيش نلبسهم ولكن ماشي مشكل غادي نجبدهم ونعلقهم باش بوكو با جايز شي نهار نلبسهم زعما حتى انا ونخرج نلبس الشريبيل ونتم غدا زعما وندير رمضان فايب. سو داكشي علاش جايز غادي نجبدهم دابا وغادي نعلقهم في العلاقه باش يبقاو قدامي لحقاش هما لداخل في الماريو لتحت. جايز فطوركم انا باقي يلاه فطرت تسرحت في بلاصتي عشان كيبان لي المود ديال النعاس ما عرفتش ولكن جاني النعاس وانا فيقات الجوج جاني النعاس just watching some youtube videos وشعلت ماي كاندلز وداك التخربيق زعما الجو ديال رمضان وداك الشيء. دابا جايز جالسه كنتفرج في يوتيوب وكنفكر فشي حاجه نتفرج فيها في نتفليكس لحقاش ساليت السيري ديال البارح ودابا كنفكر نتفرج شي حاجه اخرى. باي ذا واي جايز متبعه واحد المسلسل سميتو مسلسل تركي، والناس اللي كيعرفوني مزيان غادي يعرفوا بلي انا ما كنحملش المسلسلات التركيين، اكثر حاجه ما كنحملش وهي المسلسلات التركيين لحقاش عندهم نفس الاستوار، وحده واحد لاباس عليه عنده شركه كيبغي وحده فقيره ما عندهاش الفلوس كتجي كتخدم في الشركه ديالو اولا كيتلاقاو في شي بلاصه اولا كتخدم في الدار ديالو كيولي كيبغيها كتولي كتبغيه صافي هو العائلات هما كيبقاوش يبغيو بعد واحد 100 حلقه فاش كيقربوا يتزوجوا كتخرج صاحبته اولا الخطيبه ديالو كتقول لها راني حامله وهذه اكثر حاجه قالت ما كنحملهاش في المسلسلات التركيين. سو دابا تبعت واحد المسلسل تركي ولكن عرفتو مبدل ديال بصح سميتو الملحمه وما نكتبش لكم السميه هنا سميتو الملحمه قالت انا كنتفرج فيه في قصه عشق زوين 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 الاستوار ديالو زوينه مبدله حتى شنو مبدله داكشي فوالا جايز هو هذا المسلسل اللي قلت لكم سميتو الملحمه انا ماشي حلقه 5 انا ساليت ودابا كنتسنى كيحطوا حلقه كل 3 الناس اللي غادي اللي يلا غادي يبداو كنحسدكم وحق الله الا كنحسدكم لحقاش الاستوار ديالو زوينه بزاف. المهم شوف داك العصر القديم راه فيه 17 حلقه حيدي انت نعلبوك. المهم كاينين 17 حلقه انا راه ساليتهم دابا كنتسنى يحطوا نهار الثلاث غادي يحطوا الحلقه 18. باي ذا واي جايز البطل ديالو هو هذاك اللي يمثل في حريم السلطان سنبول اغا سنبول هو هذا جايز هو الوسطيني. المهم هذا هو البطل ديالهم. انيويز جايز زوين زوين بزاف سيرو تفرجوا فيه. هذا بوكوس هذه ما عنديش معاه صراحه بزاف لحقاش في الدراما بزاف ولكن المهم الموفي كله زوين. وخليو ليا جايز في لي كومونتير شي مسلسل يكون زوين وما يكونش تركي ما يكونش تركي وما يكونش هذا كيبغي هذا كيبغي هادي فاش يبغي يتزوجوا تجي تقول شي وحده راه حامله ما يكونش داكشي يكون شي قصه تكون يكون شي حاجه ديال الفونتازم تكون شي حاجه ديال الفامبايرز تكون شي حاجه في شكل ما تعطونيش داك المسلسل التركي الحامضين عافاكم. في خبركم انا نسيت واحد الجبل ديال الماعن كيتسناني في الكوزينه. بس
شريت الغسيل ديال المواعن سو هادو هما لي بول لي قلت لكم غادي نغطسهم في الشوكولاط سو دابا غادي نديرو باي ذا واي جايز كنت كنفكر انني نغطسهم في النيوتيلا وهي تقول لي اختي بلي النيوتيلا راه ما كتلصقش جون هي اصلا مزيته بزاف دونك انا فاش غادي نديرهم في النيوتيلا ما غاديش يلصق فيهم الشوكولا داكشي علاش جايز خديت الشوكولاط ديال 4 دريال سو هو فاش غادي نديرو لحقاش ما عنديش شي بديل واحد اخر وماشي مشكل جايز لحقاش بنين هو دوبناه كاين شي حاجه اللي غادي يخرج بزاف ساعه خرجنا شويه مع الشمال وتحرق وقله من التحت anyway قال غادي نغطس داكشي المهم غادي نغطس داكشي ولا ما قدنيش غادي نزيد لحقاش باقي الشوكولات وغادي نديرهم جايز في هادو راه كبار بزاف هادو ديال مادلين انا كيخصني دوك صغيرين مي ما لقيتش ماما لقات عندها غير هادو سو يا دوش على المنظر ديالهم لحقاش عمرني في حياتي ما درت شي حاجه كتحمر الوجه شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا كيزفت صدقت ديتهم كلشي وهذا واخا جوج شويه مخربقين ولكن ماشي مشكل بالنسبه للبنت اللي غادي يصوروني باش معمرين كاع زعما صوباتهم غا ماما فيهم واقيلا اللوز كاوكاو الزنجلان وداك المهم داكشي ديال الانرجي وداك التخربيق المهم هادو نقدر نبقى نتسحر بهم وداكشي